راه ثم فرق بعيد انه اليوم اذا انت باش اليوم باش تقيم علاقه حركه النهضه بما يدار على وسائل التواصل الاجتماعي فنقول الحقيقه هذه لا مش ما يدار على التواصل الاجتماعي هذوك متوانسه ينجموا ثم تصريحات ونتعاطى معها باحترافيه وما تنجمش تقول لي علاقتكم بقيس سعيد كل عاديه لا مش العسل عاديه ما تنجمش تكون علاقتكم بقيس سعيد كما كانت علاقتكم بالباجي في السنوات الاولى الان على الاقل اي هذيك في 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 اطار اخر هذيك علاقة توافق يعني تقول لي يجرح ويداوي يعني يجرح ويداوي الله يرحمه السيد رئيس الراحل. اليوم علاقتنا دونك السيد رئيس الجمهورية بطبيعة الحال تفاعل التوانسة على وسائل التواصل الاجتماعي دون المساس به وبشخصه يعني دون المساس يعني بهيبته كرئيس جمهورية انه يقبل النقد هذيك حاجة أخرى فهمت. أما علاقتنا به علاقة عادية بالعكس وثم احترام كبير بينه بين السيد رئيس البرلمان والسيد رئيس الحركة يعني ما ثماش هل لا عندنا لا عداء ولا حتى بالعكس يا اخي حركه النهضه يعني اليوم الاحصائيات في قراءه لنتائج الانتخابات الرئاسيه وكيف وصل السيد رئيس لرئيس الجمهوريه في بالك تقول انت الباز الكتوغال تاع النهضه القاعده الانتخابيه تاع النهضه انتخبت الاستاذ قيس سعيد اكثر من انتخبت الاستاذ شيخ عبد الفتاح مور يعني يعني نحن النهضه يعني الكلنا يعني مشينا يعني الكلنا مشينا في اطار يعني انتخاب هذا الرجل اللي يحترم القانون ويحترم الدستور وحريص على الديمقراطيه في البلاد او في جزء من انتصاره الانتخابي على الاقل كان فما مساهمه للنهضه وقواعد النهضه اي هذه نحن لا ماناش مدينين نحن كنا مقتنعين بذلك المسار في حينه وفي وقته وفي اطار رؤيتنا انذاك للواقع السياسي لكن فقط انا نحب نقول رساله للسيد الرئيس انه هو حامي هالديمقراطيه في البلاد حامي الحريات في البلاد وانا نسطر برشا على الحريات الحقيقه في البلاد ويزم التوانسه الكل بكل شرائحهم من سياسيين نساء ورجال صحفيين اعلاميين رجال اعمال هذوما لي بلوغر هكا التوانسه مساكن يدخلوا ويخرجوا ساعات يقول كلمه هكا يتنفس بها هذا الكل يسمو يحميهم السيد الرئيس ويكون صدر ورحب يزم يزم مساله الحريات ويزم الرئيس في خطابه كي يتكلم يزم يكون مشبع بالديمقراطيه وبالحريه وانا متاكده من ذلك لانه هذا الرجل علاش انتخبناه؟ انتخبناه لانه يحترم الدستور ويحترم قوانين البلاد.